بعض الحجاج تجده يقول حجيت 30 مرة، وبعضهم أقل وبعضهم أكثر. لعلكم تقول شيخ خالد، هذا لا ينبغي أن الإنسان يعدد عمله. حجيت 40 50، حجيت كذا، صليت كذا نوافل، لا ينبغي أن الإنسان يعدد عمله، لأن هذا كان معجب بعمله. فالإنسان لا يعدد عمله وإنما يخفيه، والله جل وعلا لا ينسى شيئا ولا يغيب عنه شيء، يعلم ما تفعلون سبحانه وتعالى، بل يعلم النيات والمقاصد التي في القلوب. ويقول سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم. إذا نرى فضيلة الشيخ أن تعداد الحج إلى أن يصل إلى هذا الرقم، لعل هناك وجوه من وجوه البر أو ما أن يعملها الإنسان دون هذا التكرار من الحج. هذا من ناحية، والناحية الثانية هو ذكر أنه هذا يعبد الحج ربما يعجب بعمله وبنفسه الله المستعان. إنما يقول هذا الحج كله صحيح وكله تام، قد يكون فيه خلل، قد يكون فيه نقص، قد لا يصح إلى غير ذلك من العوارض. الإنسان لا يزكي نفسه، ولكن يعمل الأعمال يرجو من الله أن يتقبلها ويخفيها أيضا، لا يتحدث بها. نعم.